ده رئيس البطل بتاع فيلمنا وبتبدا الاحداث في قريه هنديه فقيره لكنها قايمه على تجاره الخمور وساعتها بنروح لرئيس وبنلاقيه طفل صغير وبياخد صاحبه وبيروح المدرسه وهناك المعلمه بتطلب منه يجاوب على سؤال لكن بيكون نظره ضعيف ومش شايف كويس وبتضربه لانه انسان فاشل والتاني يوم بيوصل للدكتور علشان يتعالج وبنعرف انه محتاج نظاره وامه للاسف ما بتكونش معاها فلوس ولما بيجي الليل بيروح للتمثال غاندي وبيسرق النضاره بتاعته وبيهرب بسرعه قبل ما الشرطه وبيرجع للدكتور ولما بيشوفها بيقول له ما تنفعش وساعتها بيديله فلوس وبيساعده يشتري واحدة جديدة وتاني يوم رئيس بيلبس النضارة وبيشوف كل حاجة بوضوح لكن بيلاقي عربية الشرطة داخلة المكان فبيطلع يجري وعايز يلحقهم وبيقدر يقف قدامها وبيدي للعصابة انذار بسرعة والناس بتفهم الإشارة وبتخبي كل البضايع بتاعتهم والشرطة بتوصل وبتفتش المكان وما بتشوفش حاجة ووقتها الظابط بيقابل رئيسه وبيضربه بالقلم لأنه بوظ المهمة وبعدها بنروح لجراج تاجر الخمور والشرطة محاصرة المكان بتاعه ومش عارف يوزع بضاعته وساعتها رئيس بيروح له بيتفق يخرج له الخمرة وعلى كل ازازة هياخد 3 دولار وفعلا بيشيل الكتب من شنطته وبيحط الخمرة مكانها وبيرشق البرجل في صاحبنا علشان قال له يا ابو اربع عيون وبعدها بيوصل لحاجز الشرطة وبيقول للظابط فتشني لو عايز ووقتها بيخرج بكل سهولة وجراج بيكون فرحان وشايفه قلبه ميت وبعد بعد مرور سنين بنلاقي رئيس كبر وراكب الموتسيكل بتاعه وبيقابل ظابط شرطه وبيديله رشوه علشان يعدي عربيات الخمره وبعدها بيضربه على وشه وبيقول له انفخ عجل العربيه اللي انت هويته ولما بيجي الليل بيقعد مع صاحبه صديق وبيقول له انا هعمل مشروعي الخاص ومش هشتغل عند حد فبيقرر يروح لجراج وبيطلب منه ينفصل عنه ويكون تاجر لكن بيستغرب كلامه وبيقول له هات 100000 وخد البضاعه فرئيس بيقول له مش معايا سيوله وعايزه في جنبه فبيكون رافض وبيديله مهله ثلاث ايام يجيب فيها الفلوس وبيرمي الساعه علشان يحسب عليها الوقت ولما الرئيس بيكون في الشارع بيخبط في واحد شايل معزه وبيعرف ان عيد الاضحى قرب جدا فبتجيله فكره وبيرهن الموتوسيكل بتاعه وبياخد في المقابل عربيه جديده وبيسافر بيها وبيروح لمزرعه اغنام وبيرهنها مقابل بعض الخرفان والماعز وبنعرف انه هيسافر مدينه مومبي علشان يتاجر ويكسب فيهم واول ما بيوصل المذبح بيطلب ياخد مكان وعايز يبيع لكن الجزارين بيرفضوا كلامه وواحد بيقول له اطلع بره يا باربع عيون فبيتضايق منهم جدا وبيفضل يضرب فيهم وقلبه بيكون ميت وعايز يرد كرامته والاهانه اللي سمعها منهم باي طريقه وبيقدر لوحده يسيطر عليهم كلهم لكن موسى بيرفع عليه المسدس وبيقول له يا باربع عيون فبياخد سلاحه بسرعه وبيهدده وبيقول له متقوليش الاسم ده وبيقع على الارض وبيفقد الوعي بتاعه وساعتها موسى بياخد منهم الاغنام وبيرفض يديهم تمنها كعقاب وهو بيكون متضايق ومش عارف يعمل ايه وتاني يوم بيوصل البيت وصديق بيقول له هنرجع العربيه ازاي وجراج مستني ال الف النهارده وساعتها بيوصل لهم واحد وبيديهم فلوس كتيره وبيطلب منهم يقتلوا موسى لكن رئيس بيكون رافض ووقتها بيقول له انا من رجاله موسى وهو كان بيختبرك وبعت لك الفلوس مقابل الاغنام وفعلا بياخدها وبيروح يشتري الخمور من المصدر وبيمشي في طريق عكس جراج وبيتحداه وبيبدا يحطها في المخزن وكل يوم بيكبر في السوق وحياته بتتحول للافضل ومن ناحيه تانية ده ضابط شرطه واسمه مجمودار وبيكون موجود في الاسم وبيخلي ضابط يعرفه تجار الكحول وازاي بيهربوها واماكن التخزين وتاني يوم بيوقفوا شحنه خمور وبنعرف انها تابعة الجراج والضابط بيؤمر بمصادرتها فبيجمعها في مكان واحد وبيعدمها كلها وبيدمرها قدام كل وسائل الاعلام والجراج اول ما بيعرف بيكون متضايق جدا وبعدها الظابط بيستدعي رئيس للاسم وبيحقق معاه بسبب اعماله المشبوهه وبيقول له المره الجايه دور عليك وبيدي له الشاي علشان يشربه فرئيس بيقول له هشربه معاك في وقت تاني وساعتها بيرجع لرجالته وبيحط خطه معاهم وبيهرب البضاعه بتاعته عن طريق خمس طرق مختلفه والشرطه بتوقف عربيه الشحن لكن اول ما بتفتحها الظابط بيلاقي نص كوبايه الشاي ورئيس قدر وتاني يوم جيراج بيروح لرئيس وبيطلب منه يتحد معاه علشان يقفوا ضد الظابط فبيقول انا موافق بشرط تشتغل عندي وقدامك تلات اسابيع مش تلات ايام وتفكر في العرض وبيدي له الساعه اللي خدها منه علشان يحسب الوقت ومن ناحيه تانيه دي بتكون قاسيه وبنعرف انها حبيبه رئيس ومع الايام بيفضلوا يرقصوا ويغنوا مع بعض وبيكونوا فرحانين وفي نهايه الامر هما الاتنين بيتجوزوا وحياتهم بتكون سعيده وبعد فتره الظابط بيعرف ان رئيس هيهرب شحنه كبيره فبيقرر يعمل كماين وبيوقف كل الطرق والشرطه بتنتشر في كل مكان ووقتها رئيس بيكتشف خطتهم وبيفكر في حل وساعتها بيهرب البضاعه عن طريق البحر من غير ما حد يقدر يمسكه والظابط واقف على الكوبري ومستني الشحنه ورئيس بيتفوق عليه في كل مره وبعدها بيقابل واحد اسمه دمله واللي ساعده في التهريب وبيكونوا صحاب ولما جيراش بيعرف اللي حصل بيأمر بقتل الرئيس وتاني يوم بنلاقي احتفال وفي قناص بيحاول يقتل الرئيس لكن بيمسك الفرمانش وبيقدر يرميه عليه وبيطلع يجري وراه وعايز يمسكه باي طريقه لحد ما في الاخر بيوصل له وبيقرر يتخلص منه وبيقتله بكل سهوله والتاني يوم رئيس بيكون مع اصحابه بيلاقي الضابط رايح له المكان وبيقرر يقبض عليه بتهمه القتل وبعدها بنوصل الاسم والضابط بيعرف ان في واحد اعترف على نفسه بالجريمه علشان يبرأ رئيس وبعد فتره بنلاقي رئيس مع اسيا وبيكتشف انها حامل وقريب هيكون اب وبنشوفه فرحان وما بيكونش قادر يصدق نفسه ووقتها بيجي له تليفون من موسى وبيكتشف ان جراج هو اللي حاول يقتله فبيقرر يروح لبيته وبيلاقي عامل حفلة كبيرة واول ما بيدخل المكان بيبدأ يموت في كل رجالته واحد واحد وعايز ينتقم ويرجع حقه مهما كان التمن وفي النهاية بيشوف جراج وبيفتكر زمان لما اشتغل معاه وهو صغير ومع ذلك بيقرر يموته بسبب الخيانة والغدر ولما بيعرف اللي حصل بيلاقي المفوض بيبلغه انه هيتم نقله لانه مش عارف يسيطر على الجرايم ومع مرور الايام رئيس بيكبر والملعب بيفضى قدامه وبيرشي المسؤولين الكبار في الدوله وكل افراد الشرطه وبيسلمهم شحنه كل شهر وكانهم مسكوها وشايفين شغلهم وبعدها بيشتري تليفونات كتير وبيقرر يعمل خدمه توصيل الخمره للمنازل ومن ناحيه تانية الضابط بيروح لغرفه التحكم والملفات لكن بيلاقي نفسه في مكان افضل بيقدر يسمع كل مكالمات رئيس من غير ما حد يعرف وفي نفس الوقت الرئيس بيكلم باشا وبيساله ازاي تقود حمله لمنع الخمور في منطقته فبيقول له لازم افوز بالانتخابات وما بيكونش فارق معاه وساعتها رئيس بيهدده بالموت لو عدى من منطقته والظابط بيكون سامع كل الكلام اللي بينهم وفعلا تاني يوم باشا بيتحداه وبيعمل دعايه انتخابيه في الشارع ورئيس بيعرف وبيجمع كل رجالته وبيرموا ازايز الخمر على الارض وهو بيمسك الملوتوف وبيولع في فيهم كلهم وبيحول المكان لساحه قتال كبيره جدا وساعتها بيبدا يضرب فيهم وكل هدفه يمنع الدعايه في منطقته وعايز يحافظ على تجارته المشبوهه وبيتخلص منهم كلهم لحد ما بيقدر يوصل لباشا وبيضربه علشان ما سمعش كلامه وفكر يتحداه وبعدها الوزير بيكون محرج قدام وسائل الاعلام وبيامر بحبس رئيس في اسرع وقت وبيروح يقابله وبيطلب منه يوافق يتسجن وهيخرجه كمان يومين وتاني يوم الظابط بيروح له الحجز وبيقول له الوزير وباشا اتحالفوا ضدك وهو بيتاكد عن طريق الجرايد وبيكون متضايق جدا ووقتها بيقابل صاحبه ومراته وبيعرفهم انه هيترشح في الانتخابات ضد باشا وفعلا بيبداوا الدعايه في كل مكان وصوره بتنتشر في انحاء المدينه والناس بتقف جنبه لانه كان دايما بيساعدهم وفي نهايه الامر بيخرج من السجن بكفاله وبيفوز كمان بالانتخابات بفارق اصوات كبير وتاني يوم بياخد مراته المكان فاضي وبيقول لها انا بحلم اعمل بيوت للناس ومدارس ومستشفيات ويغير حياتهم للافضل، وأول ما بيجي الليل بيعمل اجتماع لأهل القرية وبيعرفهم بحلمه وإزاي عايز يقف جنبهم، وفعلا كلهم بيوافقوا وبسرعة بيبدأوا المشروع وبيكونوا شغالين على أرض الواقع، وكل الناس بيدوا له الفلوس اللي هو محتاجها، وبعد فترة بتحصل عملية إرهابية في الهند وبيتم فرض حظر التجوال في المدينة، وللأسف رئيس ما بيكونش عارف يبيع الخمور وعمال بيفكر هيتصرف إزاي. ومن ناحيه تانية الوزير بيؤمر يحول مشروع رئيس لمنطقه زراعيه غير صالحه للبناء وبيصدر القرار النهائي وفي نفس الوقت رئيس بيعرف الخبر وبيتخانق مع صاحبه ومراته علشان كل احلامه اتبخرت والاعمال في ارض المشروع وقفت بشكل نهائي وكل امواله خلصت ومش عارف هيرجع فلوس الناس ازاي وده بيخليه زعلان وماشي لوحده في الشارع وتاني يوم بيقرر يروح لموسى البيت وبيطلب منه المساعده فبيعرض عليه هرب شو ويدخلها للهند بطريقه غير شرعيه وهو بيوافق على كلامه، وتاني يوم بيهرب البضايع عن طريق دمله والبحر وظابط فاسد بيساعدهم، والمهمه بتنجح بكل سهوله، ورئيس بياخد الفلوس علشان يرجعها للناس وبيفضل يرقص ويغني معاهم وبيحتفل بانه مضيعش حقهم، وتاني يوم بيتفاجئ بعمليه ارهابيه حصلت في الهند وبيكون مستغرب جدا، والشرطه بتحقق وبتقدر توصل لظابط البحريه وبيعترف على دمله ورئيس بانه انهم اصحاب الشحنه ودمله بيكلم رئيسه بيعرف انه موسى خانه والشحنه كان فيها متفجرات واستخدمت في العمليه الارهابيه وده بيخليه مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي وزعلان لانه حرق المدينه والشرطه بتوصل لمكان دمله فبيقرر يموت نفسه بسرعه والرئيس رافض يهرب علشان ما يعرضش اهله للخطر ويعذبوهم فبيقرر يروح لموسى وعايز يفهم اللي حصل منه وازاي خلاه يشترك في قتل الابرياء ووقتها بيفضل يضرب رجالته وبيخلص عليهم واحد واحد ومحدش بيقدر يقف قدامه وبعدها بيقول لموسى انا رجل اعمال ومستحيل اتاجر بالدين وبيقرر يقتله وبينتقم منه وبيسيب المكان ويمشي وساعتها بيكلم صاحبه في التليفون وبيعرفه انه راجع للمنطقه وهو بيقول له مستنيك يا بهيجان لكن بنكتشف ان الظابط جنبه وبيامر كل رجالته يموتوا رئيس اول ما يشوفوه وفعلا الشرطه بتنتشر في كل مكان وبيكونوا مستنيينه وفي الوقت ده رئيس بيدخل المنطقه بالعربيه وكل القناصة في مواقعها وعايزين يقتلوه لكن بينزل وبيسلم نفسه وبيكون معاه كل الصحفيين وساعتها الشرطة ما بتقدرش تموته وبيروح لصاحبه وبنعرف ان كلمة بهجان كانت شفرة بينهم ولما بيقبضوا عليه بيبص لمراته وهي عمالة بتعيط وزعلانة ووقتها بيركب عربية الترحيلات وبيكون في الطريق للاسم والظابط بيسأله ليه ما هربتش فبيقول له علشان ما كنتوش هتسيبوا اهلي يعيشوا في سلام وبيطلب منه يقتله ويرجع السلسلة بتاعته لمراته ويعرفها بانه مهربش وبعدها بينزل وبيكونوا هما الاتنين في الصحراء وبيبص للظابط وبيقول له موتني من وشي وانا واقف قدامك وهو بيمسك السلاح وبيضربه بالنار ورئيس لسه عايش وعمال بيفكر في كل ذكرياته مع مراته ومع صاحب عمره صديق وصعبانه نفسه عليه وندمان على كل حاجه عملها وساعتها بيقع على الارض وبيفقد الحياه وبيموت ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوته وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد